شيعت أسرة سلك المعتمدين بولاية نابل بحضور رئيس ديواني ورئيس الحكومة ووالي نابل جثمان معتمد بن خيار محي الدين بن منصور الذي وفته المنية أثر مرض ألم به منذ فترة، وقد تم تأبينه من طرف زملائه بحضور قوات أمنية من حرس وطني وشرطة ووحدات حفظ النظام بنابل. أكثر التفاصيل في التقرير التالي مع فوزي بن إبراهيم، تصوير لماهر دغفوس. دين راجلي كان ناس مليح على الأخر، ناس كل تحبه، منزل تميم مشى يخدم في سوق جديد في سيدي بوزيد، الناس تحبه تسأل عليه، في ابن خيار كيف كيف وني يمشي العبادة تحبه، الحمد لله يا ربي، هذاك ربي شحب، خاطر إنسان باهي برشا، هذاك علاش ربي خذاه، ربي اختاره وربي هزه. محي الدين خويا، محي الدين خويا العزيز، محي الدين مشى في زنازة ما صارتش، اسكورتي بالبوليسية، جاو الوزراء، جاو الولاد، جاو الناس ما نحكي لكمش، أخويا العزيز هذاك أخويا الصغير مشى علينا تخطف. أخويا أكثر من أخويا، هو معناتها النهار كل ما بعدنا نخدموا بعدنا نشربوا فرد كاس، معناتها ساعة بعد ساعات عندنا مهمة نمشيو نسخوا زاك عابدين جبن، معناتها باش نتموا المهمة هذيك، يقول عزيز لا ما تاخذوش كونجي، نطلعوا أنا وياك في كونجيات مع بعضنا، الخدمة تطلب منا ونخدموا، معناتها ما يتوخرش حتى لحظة، ويتعامل الناس كل على فرد مستوى. الحالات الاجتماعية وين نقول له أي حالة، أي حالة نقول له قول لي تستحق، نقول له راهي تستحق سي المعتمد، قول له الله يبارك نعاونوها. الله يرحمه وينعمه، أنا تحولت بتكليف شخصي من السيد رئيس الحكومة لتقديم واجب العزاء في خونا محي الدين، وهذا أعتقد أنه أقل ما يمكن أنه نقوم به تجاه رجال الدولة. سي محي الدين خدم الدولة كرجل تربية ولا كمعتمد، وهذا مناسب باش نتوجه من خلاله هو الله يرحمه ويدعمه مرة أخرى، خلاله هو إلى هذا السلك من بنات الدولة الوطنية، واللي اليوم نجدوهم في الخطوط الأمامية. بالنسبة لأخونا محي الدين الله يرحمه ويدعمه، أكيد هو المرحوم سي محي الدين بن منصور هو رجل تربية، هو معتمد من يعني من رجال تونس اللي عطاش كثير كثير من العطاء، كثير من البذل. خيخة الله يرحمه أن يتوفى، إن شاء الله ربي يرزقه بالجنة. أكيد أنه أعطى الكثير لهذا الوطن، وقال شيء أنه بتبع أن تكون إحاطة بعائلته، هذه مسؤوليتنا. وهك علاش سيد رئيس الحكومة يعني بلغني باش التعازي نتاعو للعائلة الكريمة، وبعث السيد مدير ديوان نتاعو باش يحضر معنا موكب التأبين. أنا عاتي الكثير من وقته لحل مشاكل المواطنين، ما يرفض حتى حد، بالعكس كان رجل ميداني بامتياز، يعني كان همه الوحيد خاصة في الفترة الأخرانية بارتفاع نسق الإصابات الكوفيد، ونوفر الأسرة للمواطني بن خيار ومعتمديت بن خيار، أصحابه بطبيعة الحال حاضرين كافة السادة المعتمدين الأخرين، جايونا حتى من ولايات أخرى اشتغل بها، ما خلى كان الأثر الطيب الله يرحمه وينعمه، وإن شاء الله ربي يرزقه بالجنة إن شاء الله.